سيد أنس، هناك كثير من الأصوات تتحدث عن أن دولة جنوب السودان أو جوبا ليست حاضنة جيدة، أو ليست هي الحاضنة المناسبة لهذا الحوار أو هذه المفاوضات بين الحكومة الانتقالية وبين الحركات المسلحة. كيف تعلقون؟ والله نحن قراءتكم أنتم في نحن في المؤتمر الوطني نحن بنقدر دور دولة جنوب السودان، ونحن وقعنا اتفاق سلام مشهود حقن الدماء، مع أنه يعني هذه الحكومة رفعت شعار ما بنرجع إلا الجنوب يرجع، فما الجنوب ما رجع، ومشوا لهم كمان، هم ذاتهم مشوا للجنوب يبحثوا عن السلام. أنا دار أشير لشنو؟ للتناقضات بتاعت شنو الشعارات، ما بنرجع إلا الجنوب يرجع، هتف بها أمام رئيس جنوب السودان سلفا كير مياردت، ثم ذهبوا يبحثون السلام عنه في جوبا. فنحن بالنسبة لنا جوبا محايدة، لكن حكومة جنوب السودان لا تملك من الإمكانات ما يؤهل لدفع فاتورة السلام، لا تملك من الإمكانات، وهي تعلم ذلك، والناس اللي بيديروا الحوار يعرفون ذلك. لكن نحن في المتورطين ندعو إلى السلام، نرحب بأي خطوة في اتجاه السلام، نعزز منها، ندعمها، نباركها، نؤيدها، ولكن نقول دائما أن السلام ينبغي أن لا يكون على حساب الوطن كله، ما يكون على حساب آخرين، يكون سلام فيه توازن، يكون سلام فيه يعني توازن قوة، ما يكون على حساب قوة أخرى. ونرحب به، ونحن دائما وأبدا السلام ده مفتاح استقرار، عشان كده كونه ندفع ثمن السلام للسودان مقابل الانفصال ما كان كثير، عشان نوقف الدم، دم شباب أهل السودان. نحن دفعنا عشرات الآلاف من المجاهدين، من عضويتنا على مستوى الوزراء والسفراء والقيادات والشباب والأطباء والمهندسين، عشرات الآلاف، وقدمت القوات المسلحة عشرات الآلاف، قدمت الشرطة كذلك، قدم جهاز الأمن والمخابرات الوطني كذلك، قدمت الشرطة الشعبية والخدمة الوطنية، كل ذلك كان مهرا لسلام أهل السودان. أشكرك. فما في حاجة كثيرة، لذلك نحن إذا كان ذلك كذلك نحن ندعو لاستقرار هذا الوطن. طيبة لحياة طيبة.